هذه هي المجموعة العشرين من الكلمات الإنجليزية وأصولها العربية. Upgrade، هذه الكلمة والتي تعني في الإنجليزية البري والكشط، جاءت من كلمة البرادة العربية وهو معنى مشابه للمعنى الإنجليزي واللفظ أيضا، وحذفت اللام من أل التعريف كما نفعل في العديد من لهجاتنا. Accolade، هذه الكلمة والتي تعني في الإنجليزية جائزة، وسام شرف أو عناق، جاءت من كلمة قلادة العربية والتي من معانيها حسب معاجم اللغة قلده الشيء أي وضعه في عنقه، أعطاه قلادة أو جعله مسؤولا، فالمعنيان متشابهان في اللغتين واللفظ أيضا. Accommodate، هذه الكلمة والتي تعني في الإنجليزية المأوى، الاستضافة أو الاستيعاب، جاءت من كلمة إقامة العربية، والإقامة هي عبارة عن المأوى أو الاستضافة أيضا، فالمعنى في اللغتين متشابه وكذلك اللفظ. Alas، هذه الكلمة والتي تعني في الإنجليزية الحسرة والأسف، جاءت من كلمة الأسى العربية، فهي تحمل نفس المعنى في اللغتين وكذلك اللفظ. الكوف، جاءت هذه الكلمة من كلمة الكوة العربية والتي من معانيها حسب معاجم اللغة الفتحة أو نافذة التهوية أو الإضاءة، ومعناها في الإنجليزية هو فتحة مطلة على حديقة أو بحر أو ما شابه ذلك، فالمعنى واحد في اللغتين واللفظ أيضا، كما أن المصادر الأجنبية تقر بدخولها من اللغة العربية. Alidaid، جاءت هذه الكلمة من كلمة العضاضة العربية، وهو عبارة عن جهاز يستخدم في أعمال المساحة لرسم خطوط الرؤية لجسم بعيد وقياس الزوايا الخاصة به، والمصادر الأجنبية تقر بدخول الكلمة من اللغة العربية. Allowance، جاءت هذه الكلمة من كلمة علاوة أو العلاوة العربية، وهي تحمل معنى مشابه في الإنجليزية، إذ تعني مخصصات أو بدل لعمل معين، فالمعنيان متشابهان كما أن اللفظ أيضا متقارب. Anchor، جاءت هذه الكلمة من كلمة أنجر العربية، وحسب معاجم اللغة فهي تعني مرساة السفينة، وهو مطابق للمعنى الإنجليزي واللفظ أيضا متشابه. Ankle، جاءت هذه الكلمة من كلمة الكاحل العربية، وقد قلبت اللام نونا كما يحدث في العديد من لهجاتنا، وحذفت الحاء لعدم وجودها بلغتهم، والمعنى واحد في اللغتين واللفظ أيضا متشابه. Angle، جاءت هذه الكلمة من كلمة أنقل، وفي العربية نقول الأداة التي تستخدم في قياس الزوايا منقلة، والأصل في الكلمة هو النقل، أي أن المسار ينحرف وينتقل لمسار آخر فيشكل زاوية، وفي الإنجليزية تعني الزاوية أيضا، فالمعنى متشابه في اللغتين وكذلك اللفظ. أبثي، هذه الكلمة والتي تعني في الإنجليزية اللامبالاة وعدم الاكتراث، جاءت من الكلمة العربية عبثي، وهو مماثل للمعنى الإنجليزي وكذلك اللفظ، وقلبت العين إلى حرف إيه في الإنجليزية لعدم وجودها بلغتهم. أشيم، جاءت هذه الكلمة من كلمة الحشمة العربية، وفي الإنجليزية تعني الخجل، وفي معاجم اللغة العربية من معانيها الحياء والخجل أيضا، فالمعنى متشابه في اللغتين وكذلك اللفظ، وحذفت الحاء من الكلمة الإنجليزية لعدم وجودها بلغتهم. أساسن، جاءت هذه الكلمة من كلمة الحشاشين، وهي فرقة من الإسماعيلية كان مركزها شمال العراق وإيران، وذلك في حوالي القرن الثاني عشر،
وكانوا يتعاطون الحشيش قبل عمليات الاغتيال لكي يقوموا بأعمالهم دون خوف. وانتقلت الكلمة للغات الأوروبية، ولكن قلبت الشين سينا كما هو الحال في العديد من اللهجات. السايلم، جاءت هذه الكلمة من كلمة السلم العربية، وفي الإنجليزية تعني المأوى أو الملجأ الآمن، أي المكان الذي يسلم فيه الشخص من الأذى، فالمعنى متشابه في اللغتين وكذلك اللفظ. أتاك، جاءت هذه الكلمة من كلمة عتك العربية، والتي تعني حسب معاجم اللغة الكر في القتال، فالمعنى واحد في اللغتين وكذلك اللفظ، وقد أبدل حرف العين بحرف A في الإنجليزية لعدم وجوده بلغتهم. Avoid، جاءت هذه الكلمة من كلمة أبعد أي الابتعاد، وفي الإنجليزية تعني الاجتناب والتفادي، وهو نفس معنى الابتعاد، فالمعنى متشابه في اللغتين وكذلك اللفظ، وقد أبدل حرف الباء بحرف V في الإنجليزية كما ذكرنا في أمثلة سابقة، كما حذفت العين لعدم وجودها بلغتهم.